أهلا بكم في تكملة كورس النيفيس وورك. طيب دلوقتي احنا خلصنا البرنامج اهو، وعملنا الاتاشمنتس اوتوماتيك زي ما اتعلمنا من هنا كده، تمام. طيب دي كده حاجة مهمة قوي. طيب السيميوليشن بقى فيه شوية سيتنج عايزين نشوفها. دلوقتي احنا عندنا الستارت ديت والاند ديت باي ديفولت في السيميوليشن بيبقى مع بداية الاكتيفيتيز ومع نهاية الاكتيفيتيز. طيب ده كده تدوس هنا لو انت عايز تعمل specific start date و specific end date، تمام؟ بس عادة طبعا احنا بنلتزم بيه. طيب هنا التايم اللي انت عايز تعمل فيه السيميوليشن، خلاص؟ ده كده التايم اللي انت عايز تعمل فيه السيميوليشن بالسكند، خلاص؟ طيب هنا بقى ده التكست اللي بيظهر فوق، التكست اللي بيظهر فوق ده هنا، ده اولا بيتكون من ايه؟ احنا قايلين له الداي والويك والتوتال كوست وال، تمام؟ طيب انت بقى عايز تضيف حاجه، تقدر تضيف حاجه زي ما احنا اتفقنا، ضفنا التوتال كوست اهو. طيب عايز انزل مثلا نيو لاين، فانا هعمل كده، افتح دي كده واقول له نيو لاين، فانا هروح نازل ابتدي من هنا. طيب تعال نشوف بقى هنا الاليمنتس عامله ازاي. فانا عندي بقى كذا فورمات، فول ويك اند نيم، فول مانث ويك داي، فول مانث نيم، وهكذا. طيب في حاجات ليها علاقه بالكوست، قلنا لو انت هتجيب الكوست بالتفصيل، تمام كده. في حاجات ليها علاقه بالاكسترا، لو انت عايز تجيب الكرنت اكتيف تاسك، دي برضو ساعات بنعملها. تعالى كده نبص عليها ونعمل سيميوليشن، فبيكتب لك هنا ان احنا شغالين في الفاونديشن، تمام، وبعد كده الجراوند، ويقول لك كام في الميه دلوقتي من الجراوند شغال، تمام. يعني احنا دلوقتي بس لو عملنا ستوب اهو 82 في المرحله اللي احنا فيها دي دلوقتي، احنا يوم 10/2، تمام، وعملنا كونستراكشن بنسبه 80% للفيرست فلور والتوتال كوست كذا، فانت تقدر تيستيميت في وقت معين انت الوقت ده بالتاريخ بالظبط انت محتاج تكلفه كام، والكونستراكشن هيبقى واصل لحد فين، والشكل بتاع الموقع هيبقى واصل لحد فين، وهي دي الفاليو اللي احنا عايزينها من كل اللي احنا بنعمله ده، تمام كده، اللي احنا نبرزنت الموضوع ده، سواء بقى بتبرزنت الموضوع ده للكلاينت، سواء بتبرزنت للمانجمنت، سواء بتبرزنت لاي جهه، بس هو ده كده المطلوب مننا ك4 دي و5 دي، انك تديله معلومات زي دي كده. المعلومات دي خلي بالك بتبقى لسه ممكن قبل الكونستراكشن ما يبدا اصلا، انت بتديها له وانت عملت ديفلوب للموديل، وممكن نعمل موديل سريع جدا لل4 دي، مش لازم حتى نعمل موديل بتفاصيل، لا ده انت بتعمل موديل سريع، الموديل السريع ده عشان اعمل منه 4 دي، وعشان اعمل منه بي كيو، ايفالويت البي كيو بتاعت التندر، ممكن اعمل موديل سريع برضو زي اللي احنا هنعمله ان شاء الله في الكوانتيفيكيشن، تمام كده. فاقدر اديله الداتا دي كده بالكوست بالكونستراكشن برسنتج بكل حاجه في وقت قريب او في وقت بدري جدا من المشروع، تمام تمام فهي دي كده اللي احنا الفاليو بتاعت ال4 دي وال5 دي زي ما اتفقنا. شكرا لحضراتكم.